يعتبر مسجد الإمام محمد عبد الوهاب أكبر مساجد قطر على الإطلاق، حيث يتسع بساحتيه الداخلية والخارجية لنحو 30,000 مصلٍ، ويقع في منطقة الجبيلات في وسط مدينة الدوحة. تم افتتاح المسجد في ديسمبر عام 2011، سمي تيمناً للشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد أبرز شيوخ السلفيين، حيث أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق بإطلاق اسم جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب على أكبر جوامع الدولة، تكريماً لمكانة هذا الإمام الجليل وانعكاساً لتوجه الدولة في إحياء رموز الأمة وقيمها الحضارية. كرم الله وجه الأمير حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان وما زال حامياً لعلماء الدين الأجلاء، غير متجاهل لمكانتهم ودورهم الجليل في نشر الدين الإسلامي، ليظل هذا الصرح الإسلامي مؤكداً على ذلك. إنه مسجد الشيخ محمد عبد الوهاب. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.